منتخب معانا منتخب بنين، منتخب السناجب. يمكن منتخب بنين ليه قصه كده او سيناريو درامي في التاهل طبعا مع المدرب الفرنسي ميشيل دوسيه دوت. يمكن هم تاهلوا ده منتخب بنين تمام. يمكن المدرب قدامنا ميشيل دوسيه، يمكن هو عنده 60 سنه لعب تحت قيادته منتخب بنين 5 مباريات، فاز في 2 وخسروا 2 وتعادلوا 1 واحرزوا 4 اهداف، دخلت شباكهم 6 اهداف، حافظوا على نظافه شباكه 2، سبق ليه تدريب غينيا وساحل العاج. يمكن المدرب ميشيل دوسيه ده ليه قصه برضه معاهم، ان المدرب دوت بيسموه المدرب المتخصص في التاهل لكاس الامم الافريقيه. ازاي؟ يمكن هم اخر مره صعدوا منتخب بنين اخر مره صعد لكاس الامم الافريقيه كانت 2010 اللي تم اقامتها فين؟ في انجولا. مين اللي كان بيدربهم وقتها؟ هو المدرب ده الفرنسي ميشيل دوسيه. يمكن هم جابوه تاني وهو اللي قادهم للتاهل لكاس الامم الافريقيه بعد حوالي 10 سنين. فالراجل ده سموه في بنين الراجل المتخصص، عايز توصل كاس افريقيا كاس الامم الافريقيه هات المدرب ميشيل دوسيه. هو اللي وصلهم سنه 2010 وبعد كده برضه راح درب غينيا، يعني درب غينيا وصل معاهم 2013 و2015 وصل مع بغينيا كاس الامم الافريقيه، و2017 درب كوت ديفوار وصل معاهم. فبيسموه او ليه لقب مميز كده اللي هو المدرب المتخصص في التاهل لبطوله كاس الامم الافريقيه. نعرض بقى التشكيل. التشكيل يمكن هم احنا قلنا دايما اغلب المنتخبات بتلعب 4 2 3 1، منتخب بنين بيلعب 3 4 2 1. يمكن الراجل عارف ان هو عنده مشاكل في خط الدفاع فبيلعب بيه 3 ورا، بيعمل شويه عمق دفاعي. فارنول الحارس المرمى بيلعب في مالتيا سبور التركي، عنده 34 سنه. الاثنين الثلاثه اللي ورا خالد اديتون بيلعب في انبان الفرنسي. يمكن هم طبعا عندهم لعيبه كتير بيلعبوا في فرنسا، يعني الثلاثه اللي ورا دول بيلعبوا في فرنسا سواء سيدو او خالد او اوليفر، الثلاثه اللي هو 18 و3 و6 بيلعبوا في الدوري الفرنسي سواء درجه اولى او درجه ثانيه. اوليفر اللي هو رقم 6 دوت بيلعب في سوشو الفرنسي، يمكن ده اخطر واحد فيهم او اهم واحد فيهم. الاثنين الارتكاز جوردان اللي هو بيلعب في اوكسير رقم 8 ورقم 15، ده نحط عليه دايره كده اللي هو ده الميدا، ده لعيب مميز قوي وعنده حته التكمله بوكس تو بوكس، بيكمل دايما اللي هو اللعيب ابو شعر طويل، نتفرج عليه في بطوله كاس الامم الافريقيه. الباك اليمين دوسيه والباك الشمال هو اسمه ايمانويل امورو بيلعب في كاين، الباك اليمين بيلعب في سويسرا. نيجي للثلاثه اللي قدام وهم دول الثلاثه الاخطر في المنتخب. طبعا ميكائيل بوتي صانع الالعاب بيلعب في ادنا دمير التركي رقم 10، رقم 17 سيسي نون ده بيلعب في تركيا وده اكتر لاعب عنده خبره في منتخب بنين، 73 مباراه دوليه وهو الكابتن. الاهم لعيب في الفرقه بقى اللي هو ستيفان مونيه نجم هيدرسفيلد الانجليزي، وده يمكن القيمه التسويقيه بتاعه منتخب بنين كله على بعضه 15 مليون يورو و620 الف يورو. كام؟ 15 مليون يورو. مونيه ستيف مونيه لوحده اغلى لاعب في منتخب بنين، قيمته التسويقيه كام؟ لوحده 9 مليون يورو. 9 مليون يورو لوحده لستيف مونيه، ده اهم لعيب في منتخب بنين. يمكن الفيديو قدامنا على الشاشه ده هنبص نلاقي مونيه اللي هو بيلعب في هيدرسفيلد الانجليزي اللي هو الفريق اللي كان بيلعب فيه رمضان صبحي. مهاجم خطير جدا زي ما احنا شايفين كده، مهاجم يعني طبعا ستيف مونيه اكيد الجميع عارفه او اللي بيتابع الدوري الانجليزي عارف ستيف مونيه نجم هيدرسفيلد الانجليزي. قيمته التسويقية 9 مليون يورو، أغلى لعيب في منتخب بنين، 9 مليون من 15، يعني لوحده تقريبا الثلاث أرباع من المنتخب. ده يمكن أهم لعيب في الفرقة وده نقطة قوتهم لمنتخب بنين، هم بيعتمدوا على الكرات العرضية للراجل ده، الراجل ده هداف مهاجم صندوق، دايما بيعتمد على الضربات الراس. فستيف مونيه مهاجم قوي جدا زي ما احنا شايفين، واعتقد ان هو مش هيكمل في هيدرسفيلد او مش هينزل معاهم للشامبيونشيب، لا ممكن ينتقل لنادي في الدوري الانجليزي اخر. يمكن نقاط قوة بقى منتخب البنين، هم عندهم من وجهة نظري يعني أفضل اثنين لعيبة سيسي نون رقم 17 اللي هو صانع الألعاب، ده مميز قوي بالمباريات الدولية المشاركات الدولية، لعيب عنده خبرة هو قائد، عنده 73 مباراة دولية، ده لعيب كويس جدا اللي هو سيسي نون. زي ما احنا قدامنا أبرز اللعيبة ستيف مونيه وبوتي وسيسي نون. ستيف مونيه رقم 9 24 سنة مهاجم هيدرسفيلد، لعب السنة دي في الدوري الإنجليزي 31، جاب هدفين وصنع 3، عنده 13 مباراة دولية. اللعيب الثاني اللي هو ميكائيل بوتي ده 34 سنة رقم 10،
جناح يمين وصانع العاب بيلعب في تركيا، لعب 33 مشاركه مسجل 16 هدف، نسبه كبيره قوي لميكائيل بوتي ده. ده نتابعه يا جماعه ونركز عليه بشكل كويس، اللي هو رقم 10 في منتخب بنين. الناس كلها هتركز على ستيف موني طبعا عشان بيلعب في انجلترا، نركز كمان على ميكائيل بوتي اللي هو مسجل 16 هدف في الدوري التركي. سيسي نون هو اللاعب الاكثر خبره اللي بيلعب في تركيا برده، لعب 30 مشاركة عامل 6 اسيست، اكتر الاكتر اسيست فيهم والاكثر مشاركة دولية، ده اهم حاجة. لعب 73 مباراة دولية، رقم كبير جدا. يمكن دول ابرز لعيبة في منتخب بنين بيلعبوا الثلاثة اللي قدام زي ما قلنا 3-4-2-1. لو شفنا ازاي هم سجلوا الاهداف هنلاقي ان اغلب اهدافهم 3 اهداف من ازاي سجلوا الاهداف من كرات عرضية. ادي الرسم البياني قدامنا، هنبص نلاقي ان هم سجلوا 4 اهداف تحت قيادة المدرب الفرنسي، 3 اهداف من الاربعه من كرات عرضيه من خلال ايه؟ من خلال المهاجم الخطير ستيف مونييه، وهدف تمرير طولي في العمق، ده يمكن هدف وحيد. فبالتالي نقطه قوه منتخب بنين في الكرات العرضيه، وقلنا ابرز اللعيبه اللي احنا هنشوفها في بطوله كاس الامم الافريقيه. نقاط الضعف هم كفريق دفاعه عشوائي، دي طبعا صور للكرات العرضيه اللي هم بيعتمدوا عليها من الجبهه اليمين، ده الهدف يمكن عرضيه لستيف مونييه. الصورة اللي بعدها برضو هنلاقي صورة اختراق من الجبهة اليمين، والصورة اللي بعدها هنبص نلاقي دالميدا اللي اتكلمت عليه اللي هو اللعيب ابو شعر اللي بيكمل عنده حتة التكملة، فالكرة اتلعبت له عرضية وهو كمل جوه ال 18 وسدد، ده برضو لعيب من اللعيبة المميزة في منتخب بنين. نقاط ضعف منتخب بنين ده توقيت احرازهم للاهداف برضو، يمكن هم بيسجلوا دايما في الاول الشوط الاول، اول ربع ساعة مسجلين 50% من اهدافهم، ده يأكد لك التوقيت المفضل ليهم ان هم بينزلوا واخدين نوع من الحماس ونوع من الدفعه من المدرب، فبينزلوا مركزين عكس باقي المباراه. منتخب بنين ابرز نقاط ضعفه دفاع عشوائي، طبعا عندهم مشكله في حراسه المرمى، يعني لو اتكلمنا في نقاط الضعف هنلاقي ان ابرز التسديدات من خلال التسديدات، يعني التسديدات من بره ال 18 هتلاقي تسديدات غريبه جدا بتدخل، ده بيأكد ان الحارس المرمى بتاعهم ضعيف جدا. النقطه الثانيه برضو الضربات الثابته، سواء بقى ضربات ركنية سواء كرات عرضية، الضربات اللي من على الأطراف برضو عندهم مشاكل، ده إزاي هم استقبلوا أهداف. هنبص نلاقي إن في تسديدات من خارج منطقة الجزاء هدفين، وده بيأكد ضعف حراسة المرمى، هدف من ضربة ثابتة وهدف من ضربة ركنية زي ما قلنا، وهدف اختراق من العمق من هجمة مرتدة، وهدف من تمريرة في المساحة خلف الظهير الأيمن. إذن في مشكلة في حراسة المرمى. لو عرضنا الصور هنبص نلاقي ان هم بيجي فيهم اهداف من اماكن غريبه جدا، من اماكن بعيده. اذا بنين عندهم مشكله في حراسه المرمى، ومشكله طبعا في الدفاع، والمدرب بيحاول ان هو يحلها بوجود 3 في خط الدفاع. الصوره اللي بعد كده هنبص نلاقي ادي التسديده، بصوا حضراتكم هتلاقوا حوالي 7 أو 8 بنين اللي لابسه اصفر، فده خط الدفاع بتاع بنين كله واقف بيتفرج والراجل بيشوط براحته خالص والحارس متقدم وجات هدف. ده هدف غريب جدا بيأكد ان هم دفاعهم نوعا ما عشوائي وعندهم ضعف في حراسة المرمى. الصورة اللي بعدها برضو هنبص نلاقي ان هو برضو ده هدف جه من حتة غريبة جدا، يعني من بعيد قوي ومتطرفة وجت في حارس المرمى، وحارس المرمى متقدم وبالتالي جت فيه هدف، فده بيأكد برضو زي ما قلنا ان هم عندهم مشكلة دفاع عشوائي وعندهم مشكلة في حراسة المرمى. الصورة اللي بعدها هنبص نلاقي ده توقيت استقبالهم للأهداف. منتخب بنين بقى على عكس باقي الفرق، هم بيستقبلوا اكتر في اخر ربع ساعه، 50% من الاهداف بيستقبلوا في ايه؟ في اخر ربع ساعه، ده ياكد ان هم منتخب نوعا ما مش قوي. هم عندهم حلم ان هم يصعدوا من دور المجموعات، خاصه ان هي في امكانيه ان هو 3 فرق يوصلوا 4 فرق 4 منتخبات من الست مجموعات، وبالتالي منتخب بنين عنده الامل ده ان هو يوصل ثالث ويصعد. ولكن توقيت استقبالهم للاهداف 50% من الاهداف ده ياكد ان هم على المستوى البدني مش قويين، يعني مش على المستوى المأمول زي باقي المنتخبات الافريقيه. الحاجه الثانيه ان المدرب بتاعهم برده ممكن تكون مش نوعا ما مش زي المدربين التانيين، وان هم دفاعهم عشوائي زي ما قلنا، وقلنا ان حارس المرمى بتاعهم ضعيف على مستوى التسديدات ومستوى الكرات العرضيه. ده يمكن منتخب بنين بصوره ملخصه كده زي ما قلنا كل حاجه فيه. قلنا القيمة التسويقية 15 مليون يورو و620 ألف، متوسط الأعمار 26.3. هنطلع بقى على منتخب غينيا بيساو.